السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض لكم آخر ما تشير إليه توقعات النماذج العددية أثناء تأثير الحالة الجوية المحتملة إن شاء الله، والتي بدأت من اليوم وسوف تستمر عدة أيام بمشيئة الله على منطقة شبه الجزيرة العربية وأجزاء جيدة من بلاد الشام كذلك. نستعرض أولا خريطة الضغط العلوي، ونلاحظ تمركز المنخفض خلال اليومين القادمين على بلاد الشام، يتحرك شرقا ويعم بتأثيراته على أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية. كذلك نستعرض هنا خريطة الكتل الهوائية المصاحبة للمنخفض، حيث تندفع كتلة هوائية باردة من شمال شبه الجزيرة العربية، أي من المنخفض الجوي نحو منطقة شبه الجزيرة. تقابلها كتلة هوائية دافئة قادمة من البحر، حيث تتفاعل الكتلتين وينتج عن ذلك تكاثف واسع للسحب الركامية والرعدية مشيئة الله تعالى. نستعرض في هذه الخريطة أماكن تأثير الحالة الجوية بمشيئة الله ونطاق وتوزيع الأمطار، حيث نلاحظ أن أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية وكذلك بلاد الشام سوف تتأثر بانتشار السحب النشطة والرعدية متفاوتة الغزارة، لكن هناك تركيز محتمل على مناطق جنوب شرق شبه الجزيرة العربية مثل دولة الإمارات وسلطنة عمان، وكذلك أجزاء واسعة من اليمن. الظواهر الجوية المصاحبة للحالة الجوية بمشيئة الله هي سوف تكون هطول غزير للأمطار وجريان الأودية بغزارة، سحب رعدية وركامية كثيرة البرق والصواعق. أيضا تصاحب هذه السحب زخات من البرد أحيانا قد يكون بأحجام متفاوتة، وكذلك الرياح الهابطة النشطة الشديدة السرعة من السحب الركامية، والتي قد تتسبب بضعف الرؤية الأفقية نتيجة تطاير الغبار والأثرمة، وكذلك تطاير الأجسام غير ثابتة. هذا ما لدينا حتى الساعة، وإن شاء الله نتابع معكم آخر تحديثات النماذج بخصوص الحالة الجوية مشيئة الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.